أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قولكم في تعريف النبي أنه قد يوحى إلى النبي شيء خاص؟ في بحي خاص في بعض الأمور في بعض المسائل. نعم نعم. أحسن الله إليكم. لا يوحى إليه بشرع، إنما يوحى إليه في بعض المسائل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.